مقدمة برنامج صباحكم الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، حلقة جديدة بعنوان الحوار في الأسرة والمدرسة. وقد استضاف في الاستوديو الأستاذ رمزي رستم نائب مدير عام كلية تيرا سانتا والطالبة لينا زريقات، كما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فيرميمين، والذي أكد أن الحوار في هذا الموضوع ضروري لتنمية روابط المحبة بين أفراد العائلة ويساعد على حل كافة المعضلات الأسرية. فإلى هناك، هل نتيجة وجود هالبيئة الصحية من الحوار الفعال في داخل الأسرة؟ طبيعي. هلأ الطالب هو عبارة عن إنسان بتأثر بالمحيط الخارجي فيه. نعم. المدرسة بيئة كتير مهمة لهذا الطالب، لازم تكون بيئة صحية تربوية سليمة، إضافة للاستقرار الأسري كتير مهم، والحوار بالبيت ودعم هذا الطالب بالبيت من ناحية سيكولوجية ومن ناحية تنشئة ومن ناحية توجيهه ويحكوا له شو المستقبل بيستناه وشو مطلوب منه، هذا كله عملية يعني حلقة متكاملة بتكمل وبتأدي لنجاح هذا الطالب. يعني بالنهاية شو بتزرعي بهالطالب، سواء كنت بالمدرسة أو بالأهل، إذا ما كان في حوار مشترك وكلام مشترك بين الأهل والمدرسة لنفس الأهداف لصقل هذا الطالب، هون صعب تلاقي نتائج. لما يكون في توحيد بهذا الكلام راح تلاقي ثمار زي ما بيحكوا ناضجة ومميزة بالفعل. نعم. وأيضا كمان الحوار ناجح كمان لإعطاء الطمأنينة للطالب خلال فترة التوجيه، فشو أهمية هذا الموضوع كمان؟ شوفي، هلا طبيعة مجتمعنا بيحط على طالب التوجيهي ضغط نفسي وسترس كتير كبير. نعم. طبيعة هاي من سنين يعني. نعم. صعب تتغير حاليا. نعم. فهون إحنا دورنا كتربويين بشكل أول وكأولياء أمور إنه نخفف على الطالب وطئة التوجيهي. نعم. يعني إحنا بنحكي دائما ابن التوجيهي هاي السنة مصرية. نعم. لا شك إنها مصرية، لكن مش هالسنة يعني اللي هي ممكن تؤدي لإحباط هذا الطالب، تحميله عبء نفسي زيادة عليه بتنعكس سلبيا عليه. فدورنا إحنا نوجه هذا الطالب ونبين له أهمية هاي السنة مع تخفيف العمل سيكولوجي النفسي لهذا الطالب مشان. نعم. يقدر يبدع ونأخذ منه أحسن ما عنده. نعم. وأنت يعني المسؤول بالمدرسة، أنت نائب المدير العام، فأكيد في عندك التفاعل مباشر مع الطلبة طبعاً. وأيضا يومي. فأهمية كمان دور المدرسة لطمأنة الطلاب. شوفي، الطالب بتطمن من ناحيتين، أولا بالاستقرار النفسي بالمدرسة. نعم. ثانيا لما يكون واثق من المستوى الأكاديمي اللي عم بيقدمه كادر المدرسة لهالطالب. نعم. يعني سواء كنا أونلاين أو كنا وجاهي، دائما طالب، نحكي على تيرا سانتا، طالب تيرا سانتا كله ثقة بالستاف. نعم. الأسرة التعليمية، رؤية المدرسة التعليمية اللي هي دائما عم تحقق أحلى الإنجازات وأحسن المعدلات، فهذا لحاله بيخلق راحة نفسية عند الطالب. نعم. لما يكون في ثقة سيكولوجية وثقة بالمحتوى الأكاديمي اللي عم بتقدم. نعم. فهذا دورنا إحنا، دائما نطمن الطالب ودائما نطلع على كل شيء جديد وكل شيء بخدمة الطالب. وفي صراحة دائما أبونا رشيد بيحكي كلمة، طلاب تيرا سانتا رائعين ودائما ما يستحقون الأفضل. نعم فعلا. فبالفعل إحنا بنحاول دائما نبذل جهودنا إنه إحنا موجودين رسالة تعليمية سامية لخدمة هالطالب اللي بده يبني المجتمع لقدام. فهاي هي أهدافنا. أنت تعلمتي عن بعد لينا بفترة كورونا، كيف كانت مرت عليكي؟ ما خبطتي راسك قلت لك إيش إجاني على دوري كورونا هلا؟ لأنه إحنا بنسميكم أنتو جيل الكورونا اللي تخرج. جيل، لأنه دورة استثنائية كانت على التوجيه. فعلاً جيل صعب كتير، مرة ظروف صعبة يعني، حرام يعني، كان بضغط نفسي، ضغط معنوي، ضغط الدراسة يعني. الله يعين الطالب خاصة في بداية حياته، يعني عم تحكي على عمر 17-18 سنة، يعني لساتهم يدوب طالعين وبدهم يشوفوا حالهم كذا، وإجت هالكورونا وضغطت عليهم. فكيف كان تجاوبك وتفاعلك مع هذا الحدث؟ وكمان بدي أضيف، غير إحنا مش بس توجي، إحنا بصف 11 منقدم امتحانات. نعم. مع الكورونا تأجلوا امتحاناتنا في العطلة الصيفية بين 11 و12، قضيناها دراسة، لأنه بشهر 10 قدمنا امتحانات صف 11. كان عندنا جلسات بشهر 1 امتحانات. يعني كل برنامج تغير، يعني سنة ونص لهم يدرسوا. بس نعم. الحمد لله، دايما بحكي مدرستنا الحمد لله الحمد لله كانوا يدعمونا، معلمين، معلمات، وسيستر ليليا يوم الزينة كمان بوجههم تحية، كانوا دايما يحرصوا انه يعطونا المادة كاملة
كل التفاصيل. يعني أنا النوع اللي بسأل كتير صراحة، يعني أنا بس أقرأ المادة وهذا لازم أدقق على كلها، فكان دائما معلماتنا يدعمونا بهاي الأشياء وكمان أهلي. فالكورونا كانت سيئة نوعا ما، بس الحمد لله بجهود مدرستنا وجهود أهلي والجهود جميعها متكاتفة، يعني الحمد لله حصلت على المعدل. وأنا كمان كورونا المشكلة بشهر كمان كله إجا مع بعض، فوصلت لمرحلة إنه مرات الواحد بكون مبسوط، مرات طبيعي إنه تعبنا يعني نوعا ما يكتئب يمر من الدراسة، بس كنت أحكي دائما هاي السنة يا بتخلص علي يا بخلص علي. تحدي كتير إيجابي بالفعل، وأنا خلصت عليها. يعني أنا بهنيك يا لينا، بس يعني بدي هيك تعطي نصيحة للي مقبلين الآن، إن كان برنامج الآي جي بدهم ينهوا هاي السنة وبرضو طلاب الثانوية العامة، تعطيهم نصيحة كصبية أنت عاشت هذا الخبرة، خبرة الدراسة وإنهاء المرحلة الثانوية، وهلا أنت مقبلة على مرحلة جامعية لم نتحدث عنها كمان، إيش بتحكي للطلاب اللي بعمرك؟ بحكي لهم يعني هلا إحنا بعمر مراهقة وهيك منحب نطلع بدنا نشوف الحياة تمام، بس أعطوا أولوية، دائما خلي أولويتكم، حددوا أولوياتكم، خلي دراسة من أولوياتكم. الطلعات جاية، المسلسلات يعني جاية لنا عطل، نقدر نعمل أي إشي فيها بس تعوضوها بالضبط، منمل منها حتى، بس هاي الفترة جدا مهمة يعني بالامتحانات، ادرسوا منيح، فرحوا أهلكم. يعني أنا لهلا يعني الحمد لله فرحتي تضاعفت لما شفت فرحة أهلي بالنتائج الحمد لله. وكمان دائما بحكي الواحد ما بيفيده غير حاله، دائما يعني الواحد يسعى لشهادته، المصاري ما بتهم، الشكل ما بهم، دائما الاشياء الخارجيه ما بتهم الا الواحد شهادته، يشتغل لحاله. ودائما تذكروا لحظه النتائج، هل راح تكونوا خايفين ندمانين لا سمح الله، ولا راح تكونوا رافعين راسكم باذن الله. فدائما اسعوا ولا تملوا ابدا. الحوار في الاسره من بين الامور المهمه التي تغيب عن قاموس التربية البيتية والحياة الأسرية عندنا، هي الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يؤدي إلى الجفا وحتى التفكك والضياع. الموضوع مهم ومتشعب، لكني سأختصر حديثي في الأمور الثلاثة التالية: أولا الحوار بين أفراد الأسرة، ثانيا أسباب غياب الحوار، ثالثا مقومات الحوار. أولاً الحوار بين أفراد الأسرة، وهذا يتطلب أيضاً ثلاثة أمور: أولاً الحوار بين الزوجين. ظاهرة غريبة نجدها بين بعض الأسر الحديثة، ألا وهي عدم القدرة وعدم الرغبة في الحوار بين الزوجين. ما أصعب الكلمات وما أثقل الوقت الذي فيه يطلب أحد الطرفين الحديث مع الآخر، مع أن الحوار بين الزوجين هو ضرورة حيوية للطرفين لتنمية الشخصية والحياة الزوجية وروابط المحبة. فالصمت ولا سيما المتعمد هو قاتل للطرفين، وقد يؤدي إلى تفسخ الأسرة في يوم من الأيام. فلا بد إذن من الحوار بين الزوجين حول مستقبل البيت والأولاد ومعالجة المشاكل اليومية. وإذا لم تتكلم المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، مع من سيتكلمون؟ مع الجيران وعابري السبيل؟ إذا لابد من تخطي الأنانية الفردية والانفتاح على الطرف الآخر. الأمر الثاني الحوار بين الإخوة. كثيرا أيضا ما نرى التنافر بين الإخوة في البيت الواحد، فلا يطيع أخ أن يوجه كلمة إلى أخته أو الأخت إلى أخيها في الوقت الذي فيه لا يتعب هؤلاء من الحديث ومرافقة أولاد وبنات الجيران والحار. قد تقع المسؤولية على الأهل الذين لم يعرفوا أن يخلقوا مثل هذا الحوار بين الإخوة، وقد يكون الحق على إخوة أنفسهم الذين يبحثون كل منهم عن سعادته الذاتية ولا يفكر بمسؤوليته تجاه إخوته في البيت. إذا الأخت لم تكلم أخاها في البيت الذي يرفض مرافقتها في طلعاته، فمع من ستخرج؟ الإخوة يتقاسمون المسؤولية مع الأهل في بعض التصرفات السلبية لأفراد البيت. الأمر الثالث الحوار بين الأهل والأولاد.
هذا الحوار هو وليد الحوارين السابقين. وجود مثل هذا الحوار هو علامة على نجاح التربية البيتية. وجود مثل هذا الحوار هو سد المنيع في وجه كل المفسدين. وجود مثل هذا الحوار يساعد على نضوج الأبناء في البيت نضوجا إنسانيا وعاطفيا وروحيا صالحا. وغياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني بداية النهاية لذلك البيت الذي يصبح فقط مثل محطة البنزين لا يتوقف عندها الإنسان إلا لتلبية حاجاته من مأكل ومشرب ومنام. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني ضياع الأولاد على مرأى من والديهم. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني التفرق والانقسام وعندها يحصل انقسام داخل البيت الواحد. وكما يقول السيد المسيح البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب.